جرى صباح يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 بإعدادية أحمد بن راشد بولاد صالح إقليم النواصر افتتاح مشروع تجهيز قاعة الإعلاميات ومكتبة، وهو المشروع لجمعية رفاق المستقبل بتنسيق مع المؤسسة وجمعية أباء وأولياء التلاميذ والمدعم من طرف شركة لافارج هولسيم بوسكورا. وعرف الحفل حضور مدير معمل لافارج هولسيم بوسكورا ورئيس جماعة ولاد صالح وممثل مديرية التعليم بالنواصر وبعض فعاليات المجتمع المدني. فهاد العملية اللي قمنا بها هي عملية إن شاء الله كان نتخو منها تحفيز التلاميذ باش يتمرنوا على هادشي ديال المعلومات، وكما تعلمون أصبح بين يعني المواد الأساسية في التعليم، وخص تستبنوا المدرسة وتستبنوا التلاميذ، وكذلك تحفيز التلاميذ للمطالعة والقراءة، وهذا كنا دائما يعني نحفز على ان ندفعوا بهذه القطيره ديال التعليم الى الامام بجميع محاورها. وكما كتعلمون ان قمنا كذلك بواحد المجموعه من العمليات، منها توزيع اللوازم المدرسيه، وكذلك قوافل طبيه لتصحيح النظر، وقوافل تحسيسيه فيما يخص السلامه الطرقيه، وكذلك الحفاظ على البيئه. البادرة طيبة اللي دارت شركة ديال لافارج بشراكة مع المجتمع المدني لأجل الافتتاح ديال واحد القاعة ديال الإعلاميات ومكتبة. وبهذه المناسبة حنا كننوهوا بالعمل اللي كيقوموا به الشركة في دعم عدة قطاعات، وخصوصا قطاع التعليم اللي ما فاتئة كنعتبروا الشركة ديال لافارج أولسيم شركة مواطنة اللي كتدعم. في هذه المناسبة كنشكروا شركة لافارج اللي كتدعم المجتمع المدني، جمعية المجتمع المدني، وبالخصوص مؤسسة أحمد الراشدي اللي ديما فاتحة الباب للجمعية دائما، وكذلك كنشكروا السي نعوم رئيس جمعية آباء ديال المؤسسة، وكذلك كنشكروا حضور الكريم، وكنشكروا جميع الأطر التربوية بهذه المناسبة، ونتمنى إن شاء الله يكون أحسن. هذه هي بداية إن شاء الله، وإن شاء الله نزيدوا من حسن إلى أحسن إن شاء الله. باسم أعضاء ومنخرطي الجمعية أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل الذي يعود بالنفع على تلاميذ وتلميذات مؤسسة. ونتوجه بالشكر الخاص إلى سيد مدير معمل شركة لافارج هولسيم ولكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا العمل. كما أتقدم بالشكر إلى كل أعضاء الجمعية المتمثلة في رئيسها السيد المهدي بطاش ونوابه وجنود الخفاء. ويأتي مشروع تجهيز قاعة الإعلاميات والمكتبة في إطار السياسة الاجتماعية لشركة لافارج هولسيم بوسكورا وتفاعلها الإيجابي مع محيطها في إطار تواصل دائم مع جميع المكونات باعتبارها المؤسسة الاقتصادية المواطنة الوحيدة بالمنطقة.